أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وتقدمت مصر حكومة وشعبا بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء العاجل لكافة المصابين. كما أكدت مصر على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المصاب الأليم، وعلى تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.